في صحيح مسلم: فتن كقطع الليل المضرب يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر، فتن كقطع الليل المظلم. نحن الآن، أنا أشبه حالنا في مثل هذا الحديث بحال إنسان يمشي في طريق وهذا الطريق مظلم جدا، لا يمكن أن يرى شيئا أمامه، فهو ما يدري، والله مثلا يسقط في حفرة، يصطدم في جدار، يتعثر، وإذا سقط هل يهلك ولا ما يهلك. في مثل هذه الحال لما يسير الإنسان في مثل هذا الطريق المظلم وهو يمشي، ماذا يقول؟ يا رب سلم سلم حتى لا أسقط، حتى لا أهلك، حتى لا أصاب. كذلك نحن الآن فتن كقطع المظلم، يعني يفترض الإنسان أنه لا يفتر لسانه من أن يقول يا رب سلم سلم، يا رب الثبات، يا رب الثبات. والله يعني لما ترى أشياء يعني مستغربة ما كنت تعهدها، مثلا تأتي بتغريدة خارقة للدين وتذهب وتمسحها كأن شيئا لم يكن. طيب يا أخي اطلع عليها آلاف مؤلفة، يا أخي برئ ذمتك، يا أخي قل أنا ما ذكرته أخطأت فيها، وضح وبين أن هذا غلط. لكن تمسح، يعني الهم الذي تحمله هو سخط الناس ليسخط الناس. قل والله أنا أخطأت، وسيرفع الله مكانتك عنده جل وعلا ثم عند الناس. لكن والله مثلا تغريدة يعني تحمل، يعني تكون عبر الطائرات تذهب بسرعة عظيمة، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن. سبحان الله.